تبسيط عملية استقبال ملفات المرضى باستغلال التكنولوجيا، جاء مشروع رقمنة الملفات بمستشفى الأمومة محمد بودياف ببشار. وقبل كنا نعانوا، كنا نديروا اجراءات باش نوصلوا الملف الطبي الى الطبيب، والحمد لله سهلتنا هذا الرقمنه بزاف تسهيلات واجراءات. الرقمنه سهلت على المواطن بزاف مشاكل. يجي المواطن لا رونديفو لا والو، يطابو في الميكرو يلقاو لافيلياسيون تاع المواطن. من هذا المكان هذا احنا نقدروا نتبعوا كاع مجريات الامور داخل المصالح. البرنامج هذا سهل علينا بزاف امور، هكا ولا عندنا صفر اوراق. إتاحة وتعميم الرقمنة بالمستشفيات مجهود اخر يضاف الى مجهودات تحسين الخدمات الصحية التي ترتكز اساسا على ضمان العلاج للمواطن. هذه إضافة لنا مليحة. الأولى بالنسبة للطاقم الطبي وشبه طبي عاونتنا، بالنسبة للاستعجالات نظمت الاستعجالات، الملف الطبي بين المصالح، المريض ما نضطروش ما يضطرش الطبيب يتنقل باش يشوف تحاليل، ولا عندنا كل شيء فوت بالرقمنة. بدينا في مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، مصلحة الولادة، ومصلحة طب الأطفال كمرحلة أولى، وراح نكملوها الباقي المصالح. عصرنة واستخدام التكنولوجيا في مجال الطب هي إضافة نوعية للمنظومة الصحية، والتي ستساهم لا محال في علاج أفضل للمريض.